في العمق لكن يطلع مصطفى جمال، أصبحت مرتدة، أحمد سمير يحط ويقترب ومحاولة عن طريق اللعب. مش ممكن، عمرو مرعي يقترب ويسدد. رأي اللي قدم مردود رائع وجيد وكرة بيضاء لصالح طلع الجيش. أوبا، مش ممكن. لم تبتسم لمحمد ناصف، كرة لم تبتسم لمحمد ناصف. أدي في الإعادة كرة بتتلعب وإبعاد يهيئها بعد كده اللاعب أحمد سمير يسلمها والله ده حسام إيفونا لزميله محمد ناصف، سدد بيسرى العرضة. العرضة بتكافئ أسوان على كفاحهم. اتقطعت الكرة من قدام محمد إبراهيم وتحولت وبقت ضربة، بقت هجمة مرتدة، هجمة مرتدة في منتهى الخطورة. فخري، انفراد يا ولد يا عامر. عامر بيجيب من الآخر بعد 4 سنين قضاها مع إمبي. السعداني يغلط والمرمى فاضي، وبكار هيعمل ايه؟ بكار لعبها في المرمى لكن يبعدها دياورة، يستخلصها علي صابر ويعدي بمهارة علي صابر، لكن دخل في الزحمة، سلكها أخيرا لأسامة إبراهيم، زبطها أسامة ورأسية ودربكة. مش ممكن، يضيع الهدف الثاني بشكل غريب وعجيب. الكل كان بيتساءل الفترة اللي فاتت دي مع إعلان الصفقات ومع ضم محمد إبراهيم وصالح جمعة، مين هيلعب فيهم أو مين هيلعب على حساب مين. أدي كرة خطيرة جدا والمرمى كان فاضي، لحظة خروج عامر يلعبها علي صابر من فوق عامر، لكن تعدي جنب القائم ويضيع هدف للبنك الأهلي. الملعب مستحمل الاثنين، خاصة ان سيراميكا كليوباترا بيلعب ب10 لاعبين، فموجودين الاثنين زي ما احنا، اثنين من امهر اللاعبين على مدار في السنوات الاخيرة في الكرة المصرية يعني، محمد ابراهيم وصالح جمعة. انطلاقة من الجهة اليسرى، عرضية خطيرة جدا جوه المنطقة، وقعود تاني مش ممكن العرضة، محمود قعود يسدد. لا 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 لا, لا. ده محمود قعود يعني، ده حد الأولانية محمود قعود، الثانية علي صابر، لكن في الحالتين الحقيقة منتهى سوء الحظ، منتهى سوء. لا والله ده الاثنين علي صابر، ده قعود مش موجود اهو. ادي الأولى من علي صابر وترددت له تاني برضو علي صابر اهو، بيسلم لمحمد حمدي ولا محمد عصام، وادي كورة وبترتد، فرصة كبيرة جدا جدا في الثواني الأخيرة، ولكن بينقذها محمد عبد المنصف. آدي عصام، تسديدة قوية وإبعاد من عبد المنصف، استخلص الكرة وقطعها، لعب البينية حلوة، كريم ومسعود، ولسه الخطورة لعموري. يا راجل المرمى كله قدامك وبيسددها خارج المرمى عموري، الجونة يضيع أخطر الفرص. سيرجع أكا يا ولد على البينية إلى كريم الطيب، استلمها حلو وشاط، ولكن مسعود بطل، نزلت الكرة عند عموري، كان ممكن يمرر ولكن هو سددها بعيدة قوي عن المرمى. هيلعب بشمال وطارق طه وداخل وعرضية خطيرة. يا نهار أبيض على العرضة، يا نهار أبيض لنادي الزمالك في غرفة الملابس، طلع ولمس أبو جبل، ولولا اللمسة ما خبطت في العرضة، لمسة أبو جبل حننت الكرة وخليتها تطلع سنة لفوق. عادي، خطير، وهوبا ولسه، يا نهار أبيض على الفرصة، فرصة كبيرة جدا جدا جدا، خطير، حرام عليك يا راجل. أنا بقول لحضراتكم أحداد يا جماعة، مش يومه يا باشيكو، الحلو بانت لبته أول ما ظهرت طلعته، باين، كرة زي دي لميت، ماشي موافق، دخلت، حط يا راجل في البعيدة، بتعمل إيه يا راجل؟ حطها بشريك، خطيرة، أعتقد فيها أوفسايد، لكن هنشوف، ما فيهاش حاجة، وأعتقد كان فيها أوفسايد. طارق طه، عايز عد، يا ولد يا محمود يا علاء،
ترجع مره ثانيه على وسط الملعب ودخل لجوه دونجا يلعبها ارضيه صغيره لعبد الله. عبد الله عبد الله عبد الله يا نهار ابيض يا نهار ابيض، حاجاتك حاجاتك ومحدكاتك في البعيده في البعيده، لكن فتحت منه شويه. انما لعيب كبير يا جماعه عبد الله، بص بص بصته، بص نفخته، بص لحيته، بص حطته طويله. لما من الشيخ مش احمد مش احمد مش احمد، دخل احمد هيشوط احمد، عرضيه مش حلوه اطلاقا، مقطوعه مره ثانيه في اليمين، وعايز يعدي وعايز يعدي، عرضيه للشيخ، خطير خطير خطير. اوه يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مفيش اعصاب. ومع انها حتتك يا عبد الله، حتتك يا عبد الله، بص عبد الله وقف نفسه صح جدا صح جدا صح جدا، راحت له لوحده خالص خالص، عدى الشيخ ورجعها لورا حلوه قوي لوحده، لكن عليت مفيش اعصاب. الحته دي عايزه اعصاب من حديد، وانت خبرتك عاليه قوي يا عبد الله. ورجب عمران رقم 19 الثنائي العائد من اعاره كانت مع فريق وادي دجله، وكره اصبحت لصالح فريق انبي في خطوره. التسديده التسديده من دينو بيتر ميدا على الكرات المرتده، طبعا لحسن الحظ ان جاد تالق وحرم الفريق من التعادل، لكن هنا محاوله قريبه من ناحيه مروان حمدي، كان حرم طبعا عماد فتحي من تحقيق التعادل في واحده من الفرص الاكيده اللي اتيحت للفريق وتحديدا في الشوط الثاني. اقرب الفرص على طول ناحيه حسام، حسام مع الكره، حسام باصة بانية هتقود حلوة جميلة على الطرف الشمال، تعدي خطير والهدف مش ممكن مش معقول. عبد الكبير الوادي النجم المغربي اللي كان ممكن يسجل هدف التقدم في مرمى الاتحاد، ولكن تعدي بشكل غريب عجيب. بص العادة، تفاهم وانسجام وباصة روعة بقدم حسام حسن، والوادي صاحب هدف سموحة في مرمى غزل المحلة يضيع مشاهدينا اللقاء الماضي. على اليمين مهارة من عمار حمدي، لسه عمار تصل هجمة تانية لي على طول على الطرف اليمين، كريم يحيى بعرضية قوية خطيرة والمتابعة، ولكن تعدت تلعب بره خطيرة العرضية الجميلة والله بقدم كريم ممدوح، والمتابعة ولكن تعدي يا الله على الخطورة، هجمة بمنتهى الخطورة. هذه العادة مرة تانية عمار حمدي، وادي كريم ممدوح طلع وزاد ولعب عرضية الساحرة، والمتابعة الجميلة الغير عادية بقدم السيد سالم، ولا قطيرة هجوم معاكس رفيق كبو على اليمين حسام حسن، لسه حسام مع اللاعب دامي لوي، حسام مع كورة عاوز يعدي، عدى من مكان صعب والعرضية تعدي وجول مش ممكن. يا الله يا الله، المتابعة والتصويبة جت فين؟ في سقف العرضة وتعدي بشكل غريب عجيب بقدم المزيان المغربي عبد الكبير الوادي. بص شوف حسام بيعمل ايه؟ منك يا خطير، عدى من مكان صعب ومن زاوية ميتة، والمتابعة والعرضية الجميلة تعدي في الأولى من رفيق كبو، والمتابعة في الثانية بقدم عبد الكبير الوادي اللي النهارده 10 مواسم الأهلي تفوق على غزل المحلة ذهابا وإيابا، ويبقى آخر انتصار لغزل المحلة على النادي الأهلي كان، ولكن بينية حلوة 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 يا راجل يا راجل يا كهربا، أول فرص الأهلي الحقيقية، كهربا في انفراد أمام البشبيشي سددها مرت بمحاذاة القائم الأيمن وإلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. أهي الكورة، وشوف المحاولة من حمدي حطها حلوة لمحمد شريف، بينية جميلة، جملة حلوة ملعوبة من الأهلي، ولكنها بمحاذاة القائم الأيمن هي إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. تحة تانية في أقصى الناحية اليسرى، محاولة لإرسال العرضية من علي معلول، وجيرالدو يا راجل يا راجل، عرضية ممتازة من علي معلول يقابل معاها المرة دي جيرالدو، ولكنها رأسية بتمر بمحاذاة القائم الأيسر وإلى ضربة مرمى. معلول عمل اللي عليه وزيادة، وعرضية متقنة، وجيرالدو براسه سلام، لعب الكرة لقفشة، يا ولد يا ولد، كهربا 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 والبشبيشي، كهربا والبشبيشي لشريف، ولكنها مرت وإلى خارج أرضية الملعب.